بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في السوق الحر لمنطقة قري. هذه الشاحنات طبعا شاحنات مصرية مع إخواننا المصريين. الآن يعني قوات الدعم السريع تؤمن كل هذا السوق والبترول، ونحن الآن يعني حتى إخواننا المصريين معنا هنا، فنسمع منهم يعني كلمة حق يعني تجاه قوات الدعم السريع وتأمين لهم، وحتى هم معانا الآن يعني. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.